الله الرحمن الرحيم. مش هقدر امسك مع وعد بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. دي كانت البداية. الحقيقة بعد تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة المؤتمر الوطني للشباب تحت الأكاديمية الوطنية للتدريب بإطلاق الحوار الوطني، الحقيقة السيد ضياء رشوان بدأ في مشاوراته بتشكيل مجلس الأمناء، والحقيقة أنا شرفت برئاسة الأمانة الفنية وشرعنا في بداية عمل الأمانة الفنية اللي أنا هدي لحضراتكم نبذة بسيطة عما تم في هذه المرحلة. الحقيقة أن الأمانة الفنية دورها فني تماما ومحايد تماما. إحنا هنتولى تنظيم إجراءات جلسات الحوار ومتابعة فعالياته وتجميع وتصنيف وتبويب واستيفاء الموضوعات وتجهيزها للعرض على مجلس الأمناء بالشكل اللي ممكن يمكن مجلس الأمناء بإدارة الحوار بالشكل اللائق للشعب المصري. الحقيقة تم تقسيم الأمانة الفنية من الناحية الداخلية إلى 4 مجموعات رئيسية. المجموعة الأساسية كانت فريق المحتوى، ثم فريق العلاقات العامة والاتصال، ثم فريق متخصص في الإعلام، ثم فريق متخصص في اللوجستيات. والحقيقة هنا لازم أقول أن منذ بداية إطلاق هذه الدعوة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أولاً بنتوجه لها بكل الشكر والتقدير، يعني الحقيقة جهد غير طبيعي وتعاون غير مسبوق، الناس ما تأخرتش عن تقديم كل التسهيلات اللازمة. الأمانة الفنية تلقت عدد هائل من الأوراق، فوق 15,000 ورقة تم دراستها وتصنيفها وتبويبها وتلخيصها وتجميعها بالشكل اللي أنا هقوله لحضراتكم دلوقتي. أيضا فريق العلاقات العامة كان بيتولى حصر القوى السياسية المدنية في المجتمع، تم توجيه الدعاوى والاتصال مع المشاركين في الحوار الوطني وفي متابعة للاتصالات. فريق الإعلام، لدينا فريق إعلام قوي جدا بيتولى متابعة ورصد ردود الأفعال وصياغة ونشر البيانات الإعلامية ومتابعة التغطية الإعلامية للحوار الوطني. وفريق اللوجستيات بتاعنا موجود وشاهد وحضراتكم لمسينه بأعينكم. يعني الحقيقة أن كان المستهدف زي ما الدكتور ضياء تفضل جميع قوى المجتمع دون استبعاد لأحد إلا من استبعد نفسه. وبالتالي تم استهداف الأحزاب السياسية بجميع اتجاهاتها، اليسار والوسط واليمين، المجتمع المدني، النخبة السياسية، الصحفيين والإعلاميين والفنانين، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الاتحادات بمختلف أنواعها، المصريين في الخارج، المجالس القومية المتخصصة، ممثلي الأزهر والكنيسة، القيادات الطبيعية من شيوخ وعواقل المحافظات الحدودية الصعيد النوبة، شخصيات حقوقية، النقابات، المراكز البحثية، اتحادات الطلبة، أصحاب المعاشات، العمال، الفلاحين، الشباب، الهيئات المستقلة سواء مختصة بالإعلام أو بغيره. الحقيقة ده كان المستهدف وده اللي احنا هنشوفه بعد كده ايه اللي تم فيه. بناء على هذه المستهدفات وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب مشكورة أكثر من 500 دعوة، وتم فتح باب للتسجيل الإلكتروني للمواطنين والحقيقة من خلال استمارة تسجيل رغبات ومقترحات على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، والرقم كان مفاجئ 96,533 استمارة حتى الآن، بما يعكس تجاوب وتفاعل حقيقي والإحصائيات هتبين ده.
استقبلنا أكثر من 793 بريد إلكتروني، واستقبلنا أكثر من 435 رسالة واتساب. والحقيقة أن الأعداد دي تم الرد على كل بريد إلكتروني وكل رسالة وصلت بتأكيد وصولها أو إيه الإجراءات اللي مطلوبة من صاحبها. يجب علي أن أعيد توجيه الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، أكثر من 25 زيارة لمختلف الأحزاب السياسية التي طلبت أن تحضر، وحصل تغطية إعلامية لهذه الزيارات، والحقيقة يعني كانت الجلسات معهم مفيدة جدا، والاستماع لوجهات النظر المبدئية. والحقيقة أن دائما الدكتورة رشا كانت بتأكد على أن حيادية الأكاديمية وعدم تدخلها في الحوار وتعاونها الكامل مع إدارة الحوار الوطني، وهو ما أتقدم لها شخصيا بالشكر عليه.